والروح القدس الإله الواحد آمين. في الحقيقة في بعض آيات جميلة موجودة في مزمور 73 عايز أقرأها لكم وبعدين أخذ منها الموضوع اللي نتكلم عليه. بيقول له إيه؟ وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك ولكني معك في كل حين. أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أنا في الحقيقة عايز أكلمكم عن هذه الآية اللي بتقول ومعك لا أريد شيئا على الأرض. اللي بيحب ربنا وبيدوق العشرة معاه وبيختبر الحياة مع الله ويتمتع بإيد الله القوية في حياته، يتمتع بإيد الله القوية في حياته ويلمس عمل الله معاه، يكتسب ربنا يقول له معك لا أريد شيئا على الأرض. هي دي الآية اللي عايزين نتكلم عليها، ومعك لا أريد شيئا على الأرض. ما يقدرش واحد بعد ما يدوق ربنا يحط معه حاجة تاني، ما بتبقاش لائقة، مش معقول. ده زي ما يكون واحدة لابسة قماش شيت ولا معرفش اسمه ايه، وبعدين تيجي تلبس حرير فخم وتقول اجيب حتة شيت والزقها فيه، ما ينفعش. بعد ما يذوق الحلاوة دي ما يقدرش يحط جنبيها حاجة تاني. ولذلك الناس اللي داقوا ربنا ما قدروش يحطوا حاجة جنب ربنا في حياتهم، ما قدروش يحطوا حاجة تاني جنب ربنا في حياتهم. ربنا أشبعهم الإشباع كله، بحيث ان كل شهوة وكل رغبة اصبحت تافهة الى جوار الله، كل رغبة فقدت قيمتها وكل شهوة فقدت حلاوتها. ولما ربنا بقى الكل في الكل اصبح الواحد يقول له ومعك لا اريد شيئا على الارض. مش بس في الإشباع إنما في القوة المحيطة بيه. واحد مثلا ماسك خرزانة يدافع بيها على نفسه، وواحد ماسك حصواية ولا طوبة يدافع بيها على نفسه، واحد كف وجديد بيدافع بيها على نفسه، وبعدين بص لقى في إيده مدفع متريليوز مثلا او مدفع فيكرز او مدفع من المدافع الجبارة اللي بتدي 400 طلقة في الدقيقة ولا حاجة، يحتاج تاني للخرزانة ولا للكف ولا للطوبة، هيرميهم يقول له معك لا اريد شيئا على الارض. بعد ما عرفت القوة الجبارة بتاعت ربنا دي اصبح مفيش حاجة على الارض ممكن الانسان يشتاق اليه. فالناس اللي اختبروا ربنا قالوا له باستمرار ومعك لا نريد شيئا على الأرض. في الأول آدم كان موجود مع ربنا في الجنة،
وما كانش في غير هما الاثنين بس مع بعض. وآدم كان مبسوط وقال له معك لا أريد شيئا على الأرض. وبعدين ربنا حب إن آدم يدخل في الخبرة العملية للحياة. صحيح ما فيش غير ربنا يقول له هجيب لك حاجات تاني أحطها لك وأشوفك تقول عبارة معك لا أريد شيئا على الأرض ولا لا. وجاب له حواء وحط له شجرة معرفة الخير والشر. وبعدين آدم لم يكتفي بربنا وقال له عايز حتة الثمرة دي، وبعدين عايز حواء دي، وبعدين دخلت أمور تانية في البشرية وتلف الإنسان تلف، وبقى يختار لنفسه حاجات كتيرة ويطلب لمتعته أشياء كتيرة. وبعدين بصينا لقينا العالم دخلت فيه شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، ودخل فيه المادة ودخل الشيطان، وأصبح على الأرض لنا أشياء كثيرة إلى جوار الله. راحت الآية بتاعت معك لا أريد شيئا على الأرض، بقالنا أشياء كثيرة كثيرة بنحبها وننبسط منها. وأصبح ربنا مش هو لوحده في حياتنا، ما بقاش ربنا هو الكل في الكل، في حاجات كتيرة بتزحف داخل القلب داخل الفكر داخل الحياة، تبسط لها نفوذا وتوجد لها كيانا إلى جوار الله. لهذا الآية بتاعت معك لا أريد شيئا على الأرض آية جميلة صحيح، تدل على ان الواحد شعر ان ربنا ممكن يكفي حياته دي كلها. افرضوا ان زوج بيحب مراته الحب كله وعايز سعيد معاه، يقدر يقول لها في حدود الحياة الخاصة معك لا أريد شيئا على الأرض. منين ما يجي الزوج يقول عايز أصحابي وعايز القهوة وعايز النادي وعايز الطاولة وعايز الكوتشينة وعايز التلفزيون وعايز الراديو وعايز السينما وعايز الفسحة وعايز أخرج بره، يبقى زوجته ما أصبحتش تملى حياته زي زمان. ليه أشياء بيطلب معاها أشياء على الأرض؟ لازم تفكر إزاي تملى حياته دلوقتي ما بقتش تملاه. ده أنا بديكم المثل ده علشان يورينا إزاي ربنا يكون في حياتنا. لما ربنا يكون في حياتنا نقول زي ما قال داوود، الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، أنا لا يعوزني شيء، لا يعوزني شيء. ليه لا يعوزك شيء؟ لأن ربنا مالي حياتي، ربنا مالي قلبي، مالي فكري، مليني كلي. معاه مش شاعر بنقص، مش شاعر باحتياج، مفيش رغبة بإن ينقصني شيء. المسيح لما بعث التلاميذ أراد أن يدربهم على هذا الأمر. إزاي؟ قال لهم لا تحملوا معكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا ولا شيئا للطريق. ليه يا رب؟ ما دام انا معاكم في السكه لا يعوزكم شيء.
ومشيوا السلامين. مفيش اي معونة مادية، مفيش اي معونة بشرية. وبعدين المسيح مرة قال لهم عندما ارسلتكم بلا كيس ولا مزود هل اعوزكم شيء؟ قالوا له لا، معك لا نريد شيئا على الارض. انت رب الكيس بتاعي، وانت المزود بتاعي، وانت ذهبي وفضتي، وانت قوتي وتسبحتي، وانت كل شيء ليا. ما دام انت معايا يبقى الكون ده كله قليل بالنسبه ليا، معك لا اريد شيئا على الارض، يكفيني انت. صدقوني ان الملائكه تتعجب في السماء عندما ترانا نطلب طلبات عديده من امور العالم. نطلب طلبات كثيرة من أمور العالم، بينما كان المفروض أن نطلب الله وحده ونقول له يا رب إحنا مش عايزين حاجة، إحنا عايزينك أنت، إحنا عايزينك أنت، عايزينك أنت تملى حياتنا. ولما أنت تملى حياتنا ما نحتاجش الحاجة أبدا من على الأرض دي، ده انت تفتح لنا قوة السماء. نقول لك لا 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 لا، كفانا كفانا كفانا. ليه كفانا؟ مش عايزين، احنا عايزينك انت. وايه اللي نازل من قوة السماء؟ ان ما كانش ينزل من قوة السماء انت نفسك، روحك القدوس، نعمتك، حياتك، عشرتك، احنا مش عايزين. هذه الامور كفانا منها كفانا، لست اريد معك شيئا على الارض، انا مش عايز غيرك. ولما تمشي مع ربنا وربنا يملى حياتك ويشبع قلبك، كل الامور تصغر في عينيك وتتضاءل في عينيك وتصبح لا شيء، ويصبح ربنا هو الكل في الكل بالنسبة لك. معك لا أريد شيئا على الأرض، بس على الأرض وفي السماء. يعني في السماء أنا هطلب ملكوت السماوات والنعيم الأبدي وما لم تره عين ولم إيه اللي هطلبه؟ أنا لا أريد من الملكوت إلا كأنت وحد. والنعيم الأبدي هو ربنا. أنتوا فاكركم النعيم الأبدي يعني حاجات الواحد يتمتع بها خارج الله؟ كل ما هو خارج الله ليس متعة في الأبدية. كل ما هو خارج الله، كل ما هو سوى الله ليس متعة. متعة الأبدية هي الله نفسه، هي النعيم الأبدي، هي الملكوت، هي كل حاجة. إذا كنت على الأرض تقول له معك لا أريد شيئا على الأرض، يبقى معقول في السماء تقول له معك أريد شيئا؟ مش ممكن أبدا، مستحيل. إذن الإنسان يطلب الله وحده، ولما يطلب طلبات تانية ساعات بتستعجب الملائكة، ساعات بتستعجب الملائكة تقول إيه الناس دول؟ إيه الناس دول؟ ايه الطلبات اللي بيطلبوها دي؟ مش معقول. ولهذا قال لنا المسيح اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. اطلبوا ان ربنا يملك عليكم، اطلبوا ان ربنا يملا قلبكم، اطلبوا ان ربنا يملا حياتكم، اطلبوا ان ربنا يصبح شهوتكم ويصبح متعتكم، اطلبوا ان ربنا يبقى لذتكم ومسرتكم، وبعدين كل هذه الاشياء تزدادونها. ادي النداء ربنا
وقالوا له معك لا نريد شيئا على الأرض. ليه؟ لأنك ما تقدرش تجمع ربنا والعالم أبدا، تحط جنب ربنا العالم مش ممكن. بيقول لك لا تستطيع انك تعبد ربين ولا انك انت تخدم سيدين، لا اما الله لا اما المال لا اما الله لا اما العالم. ما تقدرش يا حبيبي. لا شريك للنور مع الظلمة، الله هو النور الذي يدنى منه وكل امور العالم ظلمة، ازاي تجمعها معاه؟ ازاي يبقى في شركة للنور مع الظلمة؟ عشان كده انتوا بتقولوا في الترتيلة ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة اخرى سوى ان اتبعك. ماليش شهوة غيرك انت، ولا اي رأي ولا فكر ولا حاجة، انت الوحيد الذي تبلغني. لهذا قال الكتاب تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك. ليه من كل؟ عشان معه لا تريد شيئا على الأرض. إن كنت تريد شيئا يبقى مش كل القلب ليه، باخد جزء والجزء الثاني الحاجات الثانية. لكن لما تقول له معك لا أريد شيئا على الأرض يبقى دي اعتراف أنه أخذ القلب كله. ناس كتير بيدوا ربنا جزء من القلب والجزء الثاني لحاجات ثانية، زي المثل العالمي الخاطئ الذي يقول ساعة قلبك وساعة ربك. لا يا حبيبي، معك لا أريد شيئا على الأرض. اللي بيفتكر إن بيدي ساعة للعالم ده معناها لم يذق المتعة الإلهية بعد. آباؤنا القديسون لما عاشوا مع ربنا أصبح سهل عليهم إنهم يتركوا كل شيء. ربنا جه قال لإبراهيم، قال له اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك ووطنك وكله واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه. طب والجبل ده يا رب نعيش فيه إزاي أنا وأنت بس وتترك كل دول؟ قال له معك لا أريد شيئا على الأرض، وترك الأهل والبيت والعشيرة والقرايب والكل وقعد مع ربنا لوحده. وهكذا جرب إبراهيم حياة الخيمة والمذبح، ربنا وبس. وليك تعزية أخرى يا إبراهيم، شوف يا رب أنا هقول لك حاجة، أنا هاخد أبويا معايا وهاخد ابن اخويا معايا اللي اسمه لوط، هتاخدهم معاك. وتعطل ابراهيم في حياته الروحيه لغايه لما ابوه وبقي لوط، ولوط عكنن عليه. فربنا قال له انا مش قلت لك يا حبيبي تترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك واخد لوط ده معاك ليه؟ فبص لوط بعد المشاكل اللي حصلت، قال له اسمع يا لوط، ادي الارض واسعه، ان سرت شرقا اسير غربا وان سرت شمالا اسير جنوبا، يا حبيبي لا تكن مخاصمه بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، قصادك الارض خدها. وانت ابراهيم، هو خد احسن ارض لوط، وانت يا ابراهيم انا يا رب معك لا اريد شيئا على الارض، لا عايز ارض خصبة ولا ارض خضراء ولا ارض زي اللي اختارها لوط كجنة الله كارض نصر، انا مش عايز حاجة، انا عايزك انت
معك لا اريد شيئا على الارض. وربنا قال له ما دام انت عايزني انا لوحدي كل الدنيا دي ليك. بص كده شرق غرب شمال جنوب، ما اقدرش اقول لك تروح لحد فين. وبعدين جه نوبه ابراهيم طلب شيئا على الارض، طلب ابن يكون ليه. من اجل ابنه احب ساره حتى المنتهى، من اجل هذا الابن اخذ هاجر، من اجل هذا الابن اخذ قطوره. تاه ابراهيم كتير، فين يا ابراهيم معك لا اريد شيئا على الارض. طب خد الابن. خد الابن، اعطاله الحب، اعطاله القلب. اتهزيت يا ابراهيم، خد ابنك قدمه ذبيحه. ابتدى ابراهيم يفوق لنفسه، انا ايه، امالي اتغيرت ولا ايه؟ ابتديت اخد اشياء على الارض ولا ايه؟ ربنا حطيت جنبه حد ولا ايه؟ لا يا رب، معك لا اريد شيئا على الارض. حتى اسحاق انا من اجلك اقدمه مفرقة، اقدمه ذبيحة، وتبقى انت وحدك تملأ القلب كله، ومعك لا أريد شيئا على الأرض ولا حتى إسحاق. أول ما نفذ دي ربنا قال له لا، ما دام أنت بالشكل ده أنا سأعطيك مثل نجوم السماء ورمل البحر. لأن عارف إن أنا لما أديك قد نجوم السماء ورمل البحر مش هيبعدوك عني، هيبقى برضو الرب يملأ كل قلبك وهم جوه ربنا، ويبقى شعارك كما هو، معك لا أريد شيئا على الأرض. أنا في الحقيقة لما بشوف الآية دي، معك لا أريد شيئا على الأرض، أتذكر إزاي داود النبي كان ملكا وكان قائدا لجيش وكان قاضيا للشعب وكان له 8 زوجات وكان له أولاد كثيرون، ومع كل هذا معك لا أريد شيئا على الأرض. إزاي؟ شوف يا رب، كل هذه الأشياء ليست شريكة لك في قلبي. عايز رغباتي بالضبط اقولها لك هي ايه؟ محبوبة هي مساكنك يا رب اله القوات، مساكنك محبوبة يا رب، تشتاق وتذوب نفسي للدخول الى ديار الرب. ادي اشتياقي. اوعى تظن يا رب ان الملك خد مني حتة، ولا القضاء والقيادة خدت مني حتة، ولا 8 زوجات خدوا مني حتة، ولا الأولاد الكتار خدوا مني حتة. عارف أنا شهوتي إيه؟ واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرد في هيكله. أنا فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أنا اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى المياه، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، اشتاقت نفسي إليك يا الله. طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد، معك لا أريد شيئا على الأرض. لهذا كان أولاد الله يستعملون العالم ولكن العالم لا يستعملهم. حتى حينما كان يعطيهم الرب غنى كانوا يملكون المال والمال لا يملكهم، يملكون المال والمال لا يملكهم. عاشوا هكذا، معك لا نريد شيئا على الأرض، انت الكل في الكل وليس سواك، انت اللي تملى القلب
انت اللي تملى العين، انت اللي تملى الفكر، انت اللي تملى الحياة، انت اللي تملى الأبدية كلها. معك لا اريد شيئا على الارض، مش حاجة ابدا، ما اقدرش احط حاجة جنبك، اي شركة للنور مع الظل، مش ممكن. انت الكل في الكل. وبعدين نلاقي واحد زي بولس الرسول بيقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. ازاي خسرت كل الاشياء؟ لاني معك لا اريد شيئا على الارض، وكل اللي خسرته حسبته نفاية، ما ندمتش عليه، ما ندمتش عليه ابدا. وما كان لي ربحا فهذا حسبته خسارة، بل اني احسب كل شيء خسارة. عشان ايه؟ لكي اعرف المسيح واوجد فيه، لكي اعرف المسيح واوجد فيه. بس المسيح يملى حياتك. ايوة، لي الحياة هي المسيح، حياتي هي المسيح، ومعه لا اريد شيئا على الارض. يعني ايه حياتك هي المسيح؟ احيا لا انا، بل المسيح يحيا في. ده خلاص، ده وصل. معك لا اريد شيئا على الارض. في واحدة زمان ضيعت نفسها لأنها أرادت شيئا على الأرض، ربنا بعت لها ملاك وخرجها من أرض سابون وقال لها اخرجي، لا تقفوا في كل الدائرة، ربنا هيقتادكوا إلى حياة الخلاص. وفيما يقتادها الرب إلى حياة الخلاص نظرت إلى الوراء لأن لها شيئا في الأرض، فضاعت مسكينة، تحولت إلى عمود ملك. أما لوط الذي خرج وترك قرايبه وترك ماله وترك كل غناه في سادوم وخرج وقد أخذ درسا روحيا من أخطائه القديمة ومشي ومرضش يبص لورا، هذا كان شعاره في خروجه: معك لا أريد شيئا على الأرض. فليحترق كل شيء وتبقى أنت وحدك يا رب لي وليس سواك، وهذا يكفيني. معك لا يعوزني شيء، لا يعوزني شيء، ما اشعرش ان في حاجة انا معتاز ليها وانت معايا، مش ممكن ابدا. ابو التلاميذ بتوع المسيح برضو نفس الطريقة، نفس الاسلوب، اللي ترك الشباك واللي ترك السفينة واللي ترك الأهل والقرايب واللي ترك مكان الجباية واللي ترك الزوجات حتى وكل، وبصلوا بطرس القديس العظيم وقال له تركنا كل شيء وتبعناك. كيف تركت كل شيء؟ لأنه معه لا أريد شيئا على الأرض، فيش حاجة على الأرض تلمس. أنا بعد ما عرفت ربنا إزاي أريد شيئا، مش ممكن، بعد أن أشرق لي هذا النور العظيم في حياتي، كيف أريد شيئا على الأرض؟ كيف أجمع بين الرب والعالم وبين الروح والمادة؟ مش ممكن. معك لا أريد شيئا على الأرض.
هذه الأشياء تركتها منذ زمان، وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. بقيت أنت لي كل حاجة، مش عايز حاجة تاني. اذهب بع كل مالك وتعالى اتبعني. يعني ايه بع كل مالك؟ يعني خلص نفسك من الاثقال التي تثقلك وتربطك للارض. اثقال بتثقلك بتربطك للارض، اتخلص منها كلها ولا تبقي عليها شيئا. تركوا الاقارب، تركوا الزوجات، تركوا كل شيء وتابعوا ربنا، وكانوا حتى في الفكر لا يريدون ان الفكر يرتبط بشيء عالمي. يبقى الفكر مخصص لربنا وحده. تحب الرب الهك مش بس من كل قلبك ومن كل فكرك، ما بقوش يفكروا في حاجة تانية، وبقى الفكر كله لربنا. تجردوا من كل شيء، وأصبح شعارهم معك لا نريد شيئا على الأرض. وهكذا قال أحد آباء الرهبنة. الرهبنة هي الانحلال من الكل للارتباط بالواحد. جميلة أول عبارة دي، الانحلال من الكل للارتباط بالواحد. انحل من الكل لان معك لا اريد شيئا على الارض، وارتبط بالواحد لان هذا هو كل ما اريده، هو هذا الواحد. مرثا كانت بتخدم الرب يسوع، منشغلة في المطبخ، في الأكل، في الضيافة، في الحاجات دي كلها. أما مريم فجلست عند قدميه وقالت له معك لا أريد شيئا على الأرض ولا حتى الضيافة. وبعدين ربنا قال لمرثا، قال لها مريم اختارت النصيب الصالح الذي لم ينزع منه، لأن هذا النصيب الصالح هو ربنا نفسه. معك لا أريد شيئا على الأرض. في ناس أكثر من الرهبان، في ناس أكثر من الرهبان، عارفين مين؟ الشهداء. حتى الحياة نفسها مش عايزينها، حاجة عجيبة. حتى الحياة تجردوا من كل شيء، حتى الذات، حتى العمر، حتى الحياة. الشهداء اللي بعضهم ساب الملك، وبعضهم ساب الإمارة، وبعضهم ساب العيلة وساب الأولاد، وساب العواطف البشرية حتى المقدسة منه، زي محبة الأبناء والأمهات، ساب كل، وراحوا لربنا يشهدون له. طب لما تشهدوا له هتموت وهتتعذبوا. نحن معك لا نريد شيئا على الأرض. الحاجات دي متنا عنها منذ زمان، ماتت في القلب وماتت في الحياة ولم يعد لها وجود. معك لا أريد شيئا على الأرض. ووقف الشهداء بهذا الشكل. آدي التجرد من كل شيء والموت عن العالم. إن كنا قد متنا مع المسيح يبقى نحيا مع المسيح، يبقى نتمجد مع المسيح. إن كنت تقول للمسيح لا أريد شيئا على الأرض، يقول لك أعطيك كل شيء. قال لك من ترك من أجلي أبا ولا أما ولا زوجة ولا أخوة ولا أخوات ولا مال ولا مقتنيات يأخذ 100 ضعف وملكوت السماوات. ما أجمل هذا الأمر.
في مرة من المرات التلاميذ انبسطوا وشافوا المسيح وبعاه موسى وإيليا على جبل التجلي، قالوا نعمل ثلاث مظلات، بس ما لقوش غير المسيح وحده. معك لا أريد شيئا على الأرض، يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك، أوجد فيك وتوجد فيا وأثبت فيك وتثبت فيا. وبعدين تصير أنت القوة وتصير أنت المعونة وتصير أنت البركة وتصير أنت الكل في الكل بالنسبة لي وليس سواك. يعقوب خرج يقابل عيسو الجبار المخيف اللي جامع 400 راجل معاه بكل قوة وعنف، يقابله يعقوب الغلبان المسكين. ايه يعقوب؟ قال يكفيني ربنا، انا معك يا رب لا اريد قوة اخرى، كفاية انت. وبهذه القوة قابل عيسو ونجح. داود راح يقابل جولياط الجبار، جولياط الجبار المخيف اللي أرعب الجيش كله. تاخد معاك يا داود حتى ولو لبس العساكر تلبسه، تاخد معاك سيف ورمح، بس قال لا، مع ربنا لا أريد شيئا على الأرض، أنا أخد اسم رب القوات وأروح بيه. وكفاية كفاية طال، مش عايز، معك لا أريد شيئا على الأرض، أنت يا رب سلاحي وأنت قوتي، أنا كفاية أن أنا أكون معاك وأخذك وأروح بيك في أي حتة، وأقابل بيك قوات ورؤساء وجنود وجنيات وشاول وكله، ومعك لا أريد شيئا على الأرض، لا أريد سلاحا ولا قوة ولا أريد أي معونة أخرى، أريدك أنت ما دام أنت معايا خلاص. ده بطرس بص للرجل المقعد بيطلب منه احسان، قال له يا حبيبي انا ما عنديش، لا عندي ذهب ولا فضه، انا كله شطبت من زمان، لكن اسمع، انا عندي قوه جباره لما تركت الكل، عندي اسم يسوع الناصري. عندي ايه؟ اسم يسوع الناصري. لا عندك ذهب ولا فضه ولا حاجه ابدا، عندي اسم يسوع الناصري، باسم يسوع قوم قام. خلاص كفاية، احنا عايزين ايه غير كده؟ معك لا اريد شيئا. وهكذا ذهب اباؤنا في نشر القرادة. راح مرقس الرسول لمصر، فيها الرومان واليونان والفلسفة الاغريقية وفيها الديانة اليهودية وفيها السلطة العسكرية وفيها الديانات الفرعونية القديمة وفيها حاجات كتير. طب هتعمل ايه يا مرقس؟ تاخد دراسات في اللاتينية في الرومانية في اليونانية في العبرية في الفرعونية في الهيروغليفية في الدنيا دي في الفلسفة الإغريقية. أنا يا رب معك لا أريد شيئا على الأرض، أنا هخش كده، هخش زي ما أنا فرداني كده وجزمتي مقطوعة وتعبان من السكة وماشي حافي، ومعك لا أريد شيئا على الأرض. وبعدين بعد كم سنة تلاقي مصر كلها بقت مسيحيين، كفاية قال معك لا أريد شيئا على الأرض، أنا كفاية أنت. هو أنت يا رب لما تكون معايا أحتاج لحاجة تاني؟ ده مستحيل أبدا. ده أنا لو احتجت لحاجة تاني يبقى إيماني ضعيف. معك لا أريد شيئا على الأرض، أنت بالنسبة لي كل القوة كل البركة كل المعونة، وأنا أؤمن بهذا خلاص. علشان كده ربنا لما شاف ناس واخدين معاهم حكمتهم وواخدين معاهم ثقافتهم وواخدين معاهم زراعهم البشري، قال لهم شوفوا يا أولاد الحاجات دي ما تنفعنيش، امال ايه اللي ينفعك؟ انا هختار جهال العالم لاخذي بهم الحكماء
وهختار ضعفاء العالم أخذ بهم الأقوياء، وأختار المصدر وغير الموجود، أختار الناس الغلابة اللي بيقولوا لي معك لا نريد شيئا على الأرض. هم دول اللي يمروا، وهم دول اللي يمشوا الشغل كله. مرة جدعون حب يحارب حروب الرب معه 30,000 واحد. ربنا قال له لا يا حبيبي، ما تنفعش الحكاية دي، نصفها كلها كده وفنطها وقللها لألا تقول إن أنا بالجيوش دي كسبت الحرب. طب مين اللي يكسب الحرب؟ الشخص اللي يقول الحرب للرب والرب قادر أن يغلب بالقليل وبالكثير. مدام الحرب للرب يبقى يا رب معك لا أريد شيئا على الأرض، ولا حتى ذاتي أريدها، ولا ذاتي أريدها. إزاي ولا ذاتك أريدها؟ من ضيع نفسه من أجلي يجدها، ذات نفس ليها ضيعها من أجلك وقف لوحدك. معك لا أريد شيئا ولا حتى ذاتي. وما تعمل إيه ذاتك؟ انكر ذاتك واتبعني. هنكر ذاتي وخلاص، هقف كده، هقف قصادك عريان، عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، لا أملك شيئا، يكفي أن أملكك أنت، وحينئذ أكون قد ملكت كل شيء في الأرض وفي السماء. بهذا عاش آباؤنا القديسون، وعاشوا في سلام وفي اطمئنان. يكفيهم وعود الرب، ويكفيهم كلام الرب، وتكفيهم عشرة الرب ومحبة الرب. وبعدين يقول لك الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. يعيش كده في ظل ربنا مبسوط، ويقول له انا مش عايز حاجة تاني. صدقني يا رب ما في قلبي حتة فاضية احط فيها حاجة تاني، ما فيش. لو كان في حتة فاضية تبقى تيجي حاجة تانية تخش، لكن ما دام القلب كله اتملى بيه، اريد شيء احطه فين؟ ما فيش، كله اتملى. ادي الناس اللي عاشوا مع ربنا، صرت كبهيم عندك ولكني معك كل حين. انا ولا افهم حاجه في الدنيا، ولا خدت معايا عقل ولا معرفه ولا هيصه، ولا خدت معايا قوه ولا حاجه، اخدتك انت وصرت كبهيم عندك، لكن يكفيني انني معك كل حين. نكتفي كده، اتفضل اتفضل.